فكيف تتقون إن كفرتم يوما يجعل الولدان شيبا السماء منفطر به كان وعده مفعولا فالقرآن أنزله الله هداية أنزله الله سبحانه وتعالى نورا وبرهانا يقتدي به المسلمون وهو تنزيل من حكيم حميد حتى إن مشرك العرب عرفوا بلاغة القرآن وعرفوا عظم القرآن مهما أوتوا من الفصاحة والبلاغة لم يستطيعوا أن يردوا منه ولو آية أو أن يأتوا ولو بآية مع شدة عداوتهم للنبي صلى الله عليه وسلم وشدة حرصهم على رد ما جاء به ولكن القوم لم يستطيعوا بل جهزوا الخميس بعد الخميس أي الجيش بعد الجيش لقتال الرسول فلو كان يمكنهم أن يعارضوا هذا القرآن لعارضوه ولاشتراه لكن هم يعلمون أنهم لو عارضوا أن العرب تعرف بفصاحتها وبلاغتها أن ما يعارضون به ليس بشيء بالنسبة إلى القرآن فيه نبأ ما قبلكم فقد جاء القرآن ذكر الملائكة وذكر خلق آدم وإبليس وما جرى لهم وخلق السماوات والأرض وما أودع الله فيهما من الغرائب والعجائب مما يدل على كمال قدرته وكذلك أودع في القرآن الغيوب المستقبلة من البعث والنشور والحساب والصراط والميزان والجنة والنار إلى غير ذلك هذا لنا فيه نبأ ما قبلكم وخبر ما بعدكم وفصل ما بينكم فإن الناس عندما يتنازعون إلى شيء فإنهم يردونه إلى القرآن فالله أمرنا أن نتحاكم إلى القرآن عند التنازع ونهانا أن نتحاكم إلى القوانين الوضعية أو إلى غيرها من النظم الكاسدة والآراء الفاسدة فهذا معنى وفصل ما بينكم عند أي مشكلة نردها إلى القرآن ونجد حلها في القرآن ثم إن القرآن حفظه الله سبحانه وتعالى عن التغيير والتبديل والزيادة والنقص آية من آيات الله بخلاف مؤلفات العلماء فإنك عندما تأتي بنسختين تجد بينها فرق كبير وتباين أن القرآن أبدا لا يمكن أن يأتيه نقص أو زيادة أو تغيير أو تبديل وهذا مما يدلك على عظمة القرآن